السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال كتير ما بيجي، ازاي الواحد يستفاد ويكسب فلوس من الذكاء الاصطناعي؟ طيب بص، خد الموقع ده فيوتشر بيديا. فيوتشر بيديا ده عبارة عن زي فهرس لأهم المواقع بتاعت الذكاء الاصطناعي، فتلاقي حاجات خاصة بتكوين الصور، حاجات خاصة بتكوين الإجابة على الأسئلة، في حاجات خاصة بالبرمجة، في حاجات خاصة بتعمل أفاتار، في حاجات خاصة بالأوديو. فأنت شوف أنهي مجال اللي يقدر يبقى فيه رابط بينك وبينه. يعني ممكن تكون أنت مثلا بتعرف تعمل اصوات كويسه، او يعني بتسجل اصوات، او راجل مبرمج، او راجل، شوف ايه الحاجه اللي قريبه من التخصص بتاعك. تمام، يعني على سبيل المثال انت راجل متخصص مثلا في البرمجه، تخش على كود اساسا ان انت تخلي البرمجه تساعدك. فانت ممكن تتفق مثلا تشوف موقع زي موقع خمسات او موقع فريلانسر او كده، بدل ما كنت تعمل حاجه في مثلا يوم، لا هو ممكن يختصر لك في ساعه ساعتين، فتقدر ان انت تزود الانتاجيه بتاعتك. ممكن تكون انت راجل بتاع جرافيكس، فتقدر تشوف ايه الادوات الجرافيكس اللي هي مهمه بالنسبه لك. انت راجل مثلا شغال في حاجات 3 دي، تقدر تشوف ايه الحاجات 3 دي، ابدا اكتب ايه الحاجه بتاعتك. انا مثلا بحب البرامج الذكاء الصناعي اللي هي في البرودكتيفيتي، اللي هي في الانتاجيه، بلاقي بعض الادوات اللي بتسهل لي الحاجه، بدل ما بتاخد مني ساعات بتقلل الوقت اللي انا هشتغل فيها. ممكن تتكلم اصلا مع الذكاء الصناعي بكل صراحه كده بينك وبينه، تقول له والله انا عايز احقق انت فلوس، اعمل ايه؟ عندك مشكله في الشغل، بدل ما تقعد تدور على حد يحلها لك، بتسال الذكاء الصناعي الحل بتاعها ايه؟ وما تاخدش الحل بتاعك كوبي بيست، انت بتبدا انت تعدل وتشوف والحاجات دي كلها. انا شفت لكم بعض المشاكل اللي كانت واجهتني وسالته وجاوب عليها. فمثلا هتلاقي الموقع ده، تبدا تدخل على الموقع ده وتتعامل معاه بحيث ان هو يحلك. يعني مثلا في ناس دخلت لقيت ان هو ممكن يعمل فيديوهات بدون اي جهد خالص، فبدا يشوف، وشرحنا بعضهم على القناه ان انا بشوف يعني ايه اسهل حاجه اللي هي ممكن تعمل فيديو جنريتور. فهو عنده القناه بتاعته على اليوتيوب وعلى الانستجرام، بيبدا ان هو يطلع صوره، وهو من خلال الصوره دي الذكاء الصناعي بيعمل له فيديو، وممكن تحط كلمات مثلا تنميه بشريه، حاجات من اللي هي بتحمس الناس، بتحفز الناس، فيبقى عندك فيديو من لا شيء، ما بذلتش فيه جهد. ممكن في بعض الحاجات بتقسم لك الفيديو، يكون عندك فيديو طول شويه، فهو بالذكاء الصناعي بيبدا ياخد منه دقايق، دقيقه 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 دقيقه، وبيكون معموله بشكل كويس احترافي، ويبدا ان هو يديك 50 فيديو ترفعه على القناه بتاعتك. فالفكره كلها ان انت عندك كنز موجود وعمال يزيد، فانت بتبدا تشوف ايه الحاجه اللي مفيده بالنسبه لك، ايه الحاجه اللي هي قريب من التخصص بتاعك او من الحاجه اللي انت بتجيدها، وتبدا ان انت تشوفها. ممكن انا مثلا ممكن ماليش مثلا في موضوع الاصوات، في ناس كتيره كسبت مبالغ كتيرة جدا من خلال ان هو بيعمل تقليد للصوت، او بيعمل اصوات معينة، او بيقرأ حاجة بصوته وصوته مميز. فهو ساعات بيستعين بالذكاء الصناعي ان هو يطور، وبدل ما بيقدر يعمل حاجة معينة، لا يقدر يعمل كمية كبيرة. ايه الفكرة كلها؟ ان انت تدور على الحاجة اللي انت بتفهم فيها، ما تدخلش في مجالات ممكن تكون لسه انت مش محترف فيها، فتضيع وقت.